السلام عليكم أيها الأحبة، أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، رصدت تحركات لعناصر أجنبية تروج لموضوع المثلية الجنسية في بغداد وبعض المحافظات العراقية. هذا الموضوع الجديد الطارئ والمفاجئ. كما رصدت الأجهزة الأمنية أيضا شركات وجهات تروج أيضا وتدعم قضية المثلية الجنسية أيضا في بغداد والمحافظات. السفارة الأمريكية وعدد من المنظمات الدولية وخطين حمر تحت الدولية تروج لفكرة المثلية أيضا في العراق، فضلا عن دعمها لمشاريع إعلامية حولت عدد من المواقع الإلكترونية إلى منصات للترويج لهذه البضاعة. طبعا فضلا عن ذلك أن السفارة الأمريكية وعدد من الشركات التي تمولها تسعى أو تحقق باستمرار لقاءات دورية بالبعض من الذين يؤمنون بهذه الفكرة بغية تسهيل معاملاتهم في طلب ما سمي حديثا باللجوء الجنسي. كنا نسمع باللجوء السياسي، كنا نسمع باللجوء الاجتماعي، لكن الجديد أن هناك نوعا جديدا من اللجوء هو اللجوء الجنسي. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم أيها الأحبة، والتي حملت عنوان المثلية الهيمنة على مجتمعنا بغية هدم الرجولة. معكم علاء فاضل في التقديم، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان المجتمع الميمي من أجل وعي أعمق، الكاتب الدكتور نعمة العبادي. المجتمع الميمي من أجل وعي أعمق، للباحث الدكتور نعمة العبادي. أن كل المواقف الرافضة وتوجهات الممانعة والدعوة إلى مواجهة هذه الآفة طيبة ومحمودة وإيجابية، ويؤجر أهلها على قدر نيتهم، لكن المواجهة الحقيقية الفاعلة التي يمكن أن توقف هذا الزحف البغيض وغيره من المظاهر لابد أن تذهب عميقا في تفكيك البيئة الثقافية والاجتماعية والمعرفية التي تحولت في ظلها المثلية من حالة أخلاقية مرفوضة إلى هوية اجتماعية تفرض حقوقا وواجبات، وهو ما يتطلب جهدا معرفيا وثقافيا فضلا عن الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية، والذي يفترض مشروعا متكاملا. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري. مرحبا بك أستاذ واثق. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراو، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ واثق، المثلية الجنسية والمثليين في الوسائط الإعلامية الغربية أو الوسائط المرتبطة بها يقدمون بطريقة إيجابية، ويصفونهم بعد إذنك بالمضطهدين والذين لا ينالون حقوقهم سواء في المجتمعات العربية أو الإسلامية. عود ليش يعني؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام وضيفي الكريم أستاذ قاسم. مرحبا. طبعا إحنا اليوم شوف، هي هذه نوع من الحروب الناعمة، يعني اليوم أصبحنا إذا نتحدث نقول المجتمع الميمي كأنما هو واقع. نعم. وكأنما نعم. هذه فتشي يعني نعم. يعني هنالك عليه حقوق وواجبات وإلى دور، وهو كجزء من تفكير أو بنية مجتمع. بالتالي هي طبعا هو هذه هذا الشذوذ أو يعني هذه التصرفات الشاذة هي طبعا مرفوضة قيميا وأخلاقيا ودينيا، يعني لدى كل الأديان، ومعروف يعني لدى الرسالات السماوية، وتحدث عنها القرآن الكريم. أنت تحدثت يعني الآن ليش يعتقدون بهذه المجتمع؟ طبعا أكيد هم يعني من خلال هذه الحروب الناعمة حاولوا أن يشوهوا صورة الإسلام، وصورة يعني مو فقط الإسلام، حتى قيمنا وتاريخنا وعقائدنا، يعني من خلال أنه أولا هذه طبعا مو جديدة، يعني منذ فترات، يعني يمكن أقدر أقول من بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، هم قد يعني الظواهر السلبية اللي تصير بالمجتمع أو تخلف المجتمع يعتقدوا بسبب قيمنا وتقاليدنا، لذلك اعتقادهم أو
هم يروجون بشكل انه هذه القيم والتقاليد هي اللي اثرت الى تخلف هذه الشعوب، بينما هم يشنون حروب يعني منها بشكل مباشر ومنها بشكل غير مباشر. يعني الان تحدث تقريركم على انه الان الاجهزه الامنيه اكتشفت، لا انا اعتقد هذه يعني شيء متاخر، لانه منذ فترات او من يعني اكثر من يعني يمكن بعد 2003 الى اليوم، او قد يكون حتى قبل طبعاً فتره. حراك تشرين شهدنا علم المثليين يرفع. اي هذه بعده طرق، يعني هم عن طريق منظمات، خلال الترويج، خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خلال يعني ادخال هذا الفكر يعني بشكل او باخر. يعني احنا نشوف هسه الان موجود ببغداد، انت تشوف يعني 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 كانما هم يحاولون يخلونا انه من خلال التكرار، من خلال الصوره اللي تطلع امامنا دائما متكرره وامام الانظار، كانما تصبح مساله طبيعيه. انت تشوف بالشارع مثلا، تمشي على جسر الجادريه تشوف طياره ورقيه بيش او على ابو نؤاس، كفرات موبايل، اقلام ما ادري ايش موجوده بالسوق، كانما هي مساله طبيعيه. بعض الناس تجهل طبعا هاي الاشياء، لكن هي بمرور الوقت انت تصبح عندك مساله طبيعيه ويعتاد النظر. يعني كالاعلانات من التكرار والالحاح تبقى نؤمن بها بانه شيء واقعي، وبالتالي هم يحاولون ادخال هذه الامور بهذه الطريقه على مجتمعنا وديننا. هم ليش، انت سؤالك ليش انه هذه، طبعا لانه الدين الاسلامي يرفض مثل ما هي بقيه الاديان، لكن كنصوص بهذا السؤال. دعني انتقل للاستاذ قاسم الغراوي. مرحبا بك استاذ قاسم مره اخرى. مرحبا بك. اللي ما اجي نتفهمه هو ان الحملات التي تدار من اجل الدفاع عن حقوق المثليين او الشواذ كثيرا ما تتحول الى حملات للترويج لهذه الفكره، وتستهدف بها المجتمعات الاسلاميه حصرا. ليش مجتمعاتنا الاسلاميه دائما هدف لكل المشاريع التغريبيه الشاذه؟ تحيه لك والاستاذ واثق الجابري ولمشاهديكم الكرام. حقيقه هناك حركه ظهرت عالميا في نهايه القرن التاسع عشر تدعو الى يعني تهدف الى زياده الاعتراف بهذه المنظمه او الجمعيه او الحركه، وهي اللي تخص الشواذ جنسيا من كل الجنسين. وقد استطاعت هذه الحركه ان تؤثر في بعض الدول، حيث اجتمعت اكثر من 92 دوله تقريبا اوروبيه للاعتراف بهذه المنظمه وما تطلبه من حقوق وواجبات مرهونه. والحقيقه الاصدار الاخير في الولايات المتحده الامريكيه يعزز من هذه الشريحه ويحترف بحقوقها ويجاهد من اجل الحفاظ على هذه الحقوق. والدليل يعني صحيح انتشرت بالبلاد البلدان العربيه، يمكن اي اصدار قانون في تلك الدول العربيه الاطلاق انها انتشرت يعني هو صحيح؟ نعم. لو صار لها بعض الوجود يعني، لا طبعا منتشرت بالوضع اللي بالمعنى الواسع، بالمعنى الواسع. نعم. ولكن نعم. الدول الاوروبيه وخصوصا امريكا طبعا، اذا دوله عربيه تصدر اي قرار او قانون ضدهم بالمنع او يعني اي قانون ترفض الحقيقه وتعتبر هذا خارج سياق حقوق الانسان. بعض الانظمه تروح طبعا تقبلها. يعني كلها تحت عنوان حقوق الانسان. بس اعتقد مثل ما تفضل استاذ واثق، هو دياناتنا اليهوديه والاسلاميه والمسيحيه ترفض هاي المساله، بل حتى الديانات الوضعيه كلها حتى القوانين كذا لا توجد هذه. يعني هو المثل جنسيا ينجذب شخص من نفس الجنس ينجذب الى جنس اخر من نفس الجنس. وممكن ان يعني بطريقه رومانسيه وبطريقه جنسيه او ما ذلك، وكذلك الجنس الاخر النساء يعني المراه اللي تنجذب الى نفس الجنس من نفس الاتجاه، وربما هناك انجذاب يعني ضئيل باتجاه العنصر الاخر. وطبعا هذا تهديد واقع للمجتمع الإنساني أن تعطي الحقوق لهؤلاء الثلة أو المجموعة أو التجمعات الحقوق. هذا تهديد للمجتمع الإنساني الدولي العربي، وطبعا مثل ما فضل حضرتك في المقال الأول هو استهداف للقيم والمبادئ الإسلامية العربية. وعلى هذا الأساس بدأت تنتشر نوع ما من خلال يعني إعلام، من خلال يعني شعارات، من خلال بعد إذنك سيد قاسم، يعني هذا الاتجاه الجديد في الترويج، لأنه ظاهرة ليست ضاربة في القدم قضية الترويج لهذه الأفكار، إنما كأنما تزامنت مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. نعم، انطرحت الحقيقة كثير من القيم الجديدة لتغيير معالم خارطة العالم بصورة عامة،
من ضمنها خارطة العالم السياسية وقيادة العالم بصورة فردية أو ثنائية أو ثلاثية، التحكم الاقتصاد في الخارطة العالمية. حقيقة مع هذا مثل ما تفضلت هناك استهداف فاضح ومبرمج للمجتمعات الإسلامية والعربية باعتبار هناك أواصر، هناك ترابط، هناك قيم، هناك أخلاقيات، هناك أسس، هناك التزامات، هذه كلها تعزز من تماسك المجتمعات وبالتالي ترفض كل ما هو دخيل على مجتمعاتنا، وما يحاولون قدر المستطاع يهدمون تهديم المجتمعات من خلال غرس قيم وأفكار جديدة، وخصوصا يخاطون بها الشباب في أعمار يعني من 15 إلى 20 22 سنة ممكن يأثرون بها، خصوصا إذا أخذنا بالنظر الاعتبار أن الشباب يعني عاطل عن العمل وباقي بالشوارع بدون ما تستوعب الدولة أو تعينه على سبيل المثال أو تغرس في عقليته أفكار إيجابية، حب الوطن، قيم إنسانية، قيم إسلامية، وبالتالي تحصنه إضافة إلى العوائل. الحقيقة إحنا قلنا التهديم يستهدف العائلة، يستهدم القدوة في المجتمع، يستهدف التعليم، كل هذه الركن الثلاثي هذا اللي تستهدف الدول الغربية وخصوصا الحركات اللي تحاول تشوه معالم الدين الإسلامي والمجتمعات العربية، تحاول توصل عقول الشباب، وعلى هذا الأساس تتأسس جمعيات، تجمعات، منتديات، دورات الإعداد على أساس القادة وما شابك ذلك. هذا برنامج آيلة بالشهير. طبعا ويعني حتى سواء في كردستان أو سواء في أمريكا أو في الأردن أو في أي دولة ممكن يستوعبون الشباب، وبالتالي حتى في فنادق ربما في بغداد على أساس هناك منهاج لإعداد الشباب وتكون علاقات من نوع اللي تؤمن به الدول الغربية، ولكن هو في حقيقة الأمر تشويه مع الدين الإسلامي، تمزيق المجتمع المجتمعات العربية. طبعا أكو هناك بوادر الحقيقة وأكو نشاط من هذا النوع من خلال من لاحظه كإعلاميين ومتابعين وصحفيين، هناك إعلام، هناك اللون، هناك يعني قرطاسية، أوراق كذا، تصريحات في مواقع مشبوهة، مفترض من الحكومة أن تكون يعني ترصد هذه الأوضاع وتحافظ على مجتمعاتنا من الاختراق وبالتالي تهديمها. أستاذ واثق، يعني الملاحظ وكأن موضوع دعم المثليين يأتي في سياق دعم الديمقراطية، وليش يبحثون عن عنوان سياسي لهدم الثقافات؟ طبعا هي يعني هي القضايا هي كلها لتحقيق مآرب سياسية أكيد، يعني القضايا السياسية. لا أنا رايح باتجاه السؤال، نعم، ليش البحث عن عنوان سياسي؟ نعم يعني ما هي يعني أنا قلت اليوم هذه المجتمعات يعني عادة مجتمعاتنا يعني عادة الشعوب هي ما تبنى إلا من خلال ترسيخ مفاهيمها وقيمها وعاداتها وتقاليدها، هي الثوابت اللي باقي عند الشعوب. يعني اليابان بعد ما خرجت من الحرب العالمية الثانية أول ما عاد ترسيخ المفاهيم والقيم اللي حافظ عليها المجتمع. أنا هسه أقرأ يعني اليوم دا أقرأ بأحد مواقع يدعي أنه إسلامي يتحدث أنه قوم لوط ليس مثليين، ومسألة يعني يقول حتى عقوبة قوم لوط، شوف شوف التشويه شلون للفكر، يقول حتى عقوبة قوم لوط وهذا العذاب اللي نزل عليهم لقطعهم الطريق، مو لأنه المثلية ما عليها ممارسة الفاحشة، ماكو مو بسبب ممارسة الفاحشة. إذا شوف التشويه وين واصل يعني لدرجة إنه بدوا يشوهون يعني بينما إحنا عندنا آيات قرآنية وأحاديث يعني عن أهمية الزواج والتناسل، وخلق الزوج والأنثى والذكر والأنثى، وبهذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي هذه الحياة، ديمومة الحياة بالتناسل والزوجين، يعني حتى نبي الله نوح عندما يعني صعد السفينة أخذ من كل كائن زوجين، كل زوج والزوجة من كل كائن، هي هذه طبيعة الحياة، هذه الله سبحانه وتعالى خلق البشرية بهذه. فلذلك يعني القضايا لماذا تلبس يعني سياسيا؟ طبعا هم انا قلت قبل بالبدايه قلنا ان هم يستهدفون قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا، بما انه ديننا وقيمنا ترفض هذا الشيء، طبعا هم راح يقولون يعني احنا على سبيل المثال بالعراق يعني يقول لك انه الفصائل المسلحه تستهدف
الناس تريد تمارس حرياتها واكو ناس بهذه الطريقه يتحدثون. لكن بيقولوا انه هذه شذوذ، هذه مرفوضه عند المجتمع، عادات معيبه. يعني احنا حتى اللي الان يعني حتى بمجتمعاتنا يعني حتى اللي يمارسون هذه الظاهره هل هم يمارسوها بالعلن؟ لا ما يمارسوها، لان معيبه ومخزيه بالنسبه للفتوى. وبالتالي استاذ واثق الجابري، الاستاذ قاسم الغراوي، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال اخر حمل عنوان شرعنة الشذوذ الجنسي، الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط. شرعنة الشذوذ الجنسي للكاتب والباحث محمد عبد الجبار الشبوط. لا يمكن أن يحظى الانحراف الجنسي بحماية الدولة عن طريق شرعنته قانونيا، وهو لا يذكر ضمن عنوان حقوق الإنسان المنبثقة من الفطرة، والفطرة لا تدافع عن الانحراف عنها، وهو ما تقوم به الدول الغربية اليوم، هو تشجيع للانحراف، وهو نكوص كبير أو انتكاسة كبيرة في المسيرة البشرية الشاملة نحو الدولة الحضارية الحديثة. المنحرف جنسيا شاذ عن الفطرة، وقد يكون هذا الشذوذ لأسباب جينية أو تربوية، وتقرير أي من الحالتين يعود إلى العلماء، وفي الحالتين يتعين علاج الشخص المنحرف أو الشاذ كما يعالج المدمن عن المخدرات أو المصاب بالسرطان، وهذا من حقه. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. أستاذ قاسم، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية بشرعنة قضية زواج المثليين على الأراضي الأمريكية، هل أن هذا يعني أن هناك مشروعا سياسيا تتبناه الولايات المتحدة الهدف منه غزو العالم؟ يعني بالنسبة للحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لها أثر وتواجد بأغلب بقاع العالم يعني، وهي سبب المصائب والمشاكل يعني، سواء قريبا يعني في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا أو مسألة اليمن، وقريب على كوريا، وكذلك الحروب اللي قادتها. ولكن يعني مع قبل استخدام الأسلحة والمواجهات العسكرية، هي هناك بث لأفكار معينة تمهيدا لغزو العالم فكريا على سبيل المثال، حتى يدخل بالتالي نتيجة لخدمة مصالحها، وهي لما تستهدف الحقيقة طبقة من الشباب على سبيل المثال، هي تحاول أن تكسب هذه الطبقة بحيث تنسلخ من واقعها ومن قيمهم ومبادئها وإخلاقياتها، وتنجرف إلى ما تقر الدول الغربية وخصوصا أمريكا. تشوف هسه غالبية شبابنا مثلا من يحكي وكذا، لو أنا بأمريكا، لو ديمقراطية بأمريكا، لو حقوق الإنسان بأمريكا، وينسى وكأنما هو يعني منسلخ على المجتمع تحكم القيم والأخلاق والمبادئ. إذن أمريكا الحقيقة تحاول قدر المستطاع، ليست بالحرب مواجهة باستخدام الأسلحة، ولكن كحرب ناعمة، استخدام أساليب من هذا النوع لمحاولة التأثير بهذه الأفكار على المجتمع، وبالتالي تستهدفه وتفككه. ومن تفكك المجتمع أعتقد يكون من اليسير جدا أن تتوغل يعني بأي طريقة وبأي وسيلة توصل. وأعتقد حتى أحيانا من يطرح البرلمان، طرح البرلمان بخروج القوات الأجنبية وخصوصا أمريكا من العراق، أو من تصير مشاكل بالعراق مثلا تصادم أو كذا، تقول نحن نبقى من أجل حماية الديمقراطية. طبعا بين قوسين حماية الديمقراطية، بس أنت ما تعرف الديمقراطية إيش مقصود بها بالنسبة في نظر الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حينما تهدد الديمقراطية نحن موجودين لحمايتها يعني. طبعا يمكن أنه على ما تفضلت به أشرت حضرتك قبل قليل إلى مشروع آيلب. هذا مشروع آيلب يأخذون مجموعة من الشباب يودوهم للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أساس أنه يعدوهم كقادة شباب، بالتالي يعني يدعوهم لزيارة بعض المنظمات ذات الأسماء الجميلة البراقة، مثلا منظمة اليوم عندنا زيارة منظمة الحمامة البيضاء، وبالتالي لما يروح هؤلاء القادة الشباب لزيارة منظمة الحمامة البيضاء وإذا بها منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المثليين وهكذا، فإن الأمر كأنه يتعلق بإعداد قادة تستسيغ هذه الثقافة، وبالتالي مردوداتها حينما يعودون إلى البلد يمارسون هذا عملية التغيير الثقافي من الداخل. نعم تمام. ولذلك أنا رايح باتجاه أنه كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستثمر سياسيا هذا التوجه. نعم الحقيقة هي يعني تصير شبكة عنكبوتية في مثل يعني مثل مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. من خلال مواقع، من خلال اتصالات شخصية، من خلال بعض الصحف أو بعض التجمعات تحمل هذا العنوان على سبيل المثال
الديمقراطية، الحقوق، السلام، المحبة، منها تحت هالعناوين ممكن تجري تغيرات في شخصية الإنسان المستهدف سواء من الذكر أو من الأنثى. وطبعا يعني لين الشباب تواقين للحرية، تواقين للسفر، تواقين للحصول على مورد مالي على اسم الثالث، تأثرون بهذه الأفكار، وبالتالي هناك تسهيلات للسفر، تسهيلات لوجود هدايا، تسهيلات لمبيت في بنادق درجة أولى، تسهيلات لمؤتمرات، تسهيلات للتعارف من جنس مختلف. نعم. فتصير يعني شبكة عنكبوتية تتواصل، بالتالي من خلالهم تبث أفكار وتبث فد متبنيات معينة. الحقيقة هي بعد ما تتراكم وتأثر تتولد فد أفكار مقنعة لدى الشاب أو الشابة، وبالتالي يتمسك بها ويدافع عنها، وعنده استعداد يعني يكسب إلى جانبه أصدقاء والمقربين منه. وعلى هذا الأساس أكو دورات طبعا هي مظاهرة للعيان، ولكن يحتضنون الحقيقة الولايات المتحدة طبعا يحتضنوهم فعلا، يعني جاي يحولوهم إلى كبسولات للتغريب الثقافي. نعم. وهذه الكبسولات قابلة للانفجار داخل المجتمعات من بغية إحداث هذا التغيير والأثر. أستاذ واثق، هناك من يرى أن مشروع المثليين في اختراق المجتمعات العربية سيتم الترويج له عن طريق ضغط أمريكي بتوسيط منظمات دولية لحقوق الإنسان ومراقبتها للحريات الفردية في المجتمعات، أو بتهديد لتوقيف الدعم المالي والعسكري لمنظمات ما يسمى بالمجتمع المدني، لأنه المشروع الوحيد الذي بواسطته يستطيعون هدم تمسك المسلمين بدينهم وعقيدتهم، طالما لم ينجح القتل والذبح في القضاء على الإسلام في محيط المسلمين. بيش تعلق؟ نعم، يعني هو يعني هو سيتم الترويج، أنا أقول تم الترويج في هذه القضايا، يعني لا مو هذا، احنا نقصد على نطاق واسع الان، يعني العمل على جعلها جزء من ثقافه بلد. قبل شويه استذكرت انه يسوون دورات، والدورات هذه من خلالها يروجون لحمايه المثليين. لا، هم احيانا بدون هاي العناوين يعني يجون، لكن يبدون يدخلون الافكار بانه يصل الانسان الى قناعه. هم اشتغلوا عليها من فترات طويله، يعني من خلال افلام اباحيه بهذا الصدد. الشيء الثاني ودخلوها لمجتمعاتنا. القضية الأخرى، إحنا حتى البرامج اللي تشوف أنت بعض الأحيان، يعني بعض البرامج تشوفها بالقنوات أو هذه وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمون مشاهير التيك توك وكذا، ما أدري إيش، تشوف يعني مقدمة برنامج تسأل شاب، تقول له إذا صرت بنية يوم إيش راح تسوي، أو تسأل بنية إذا صرت ولد إيش راح تسوي، وتبدي هالألفاظ اللي هي خارج عن الذوق والاحترام، وألفاظ يعني معيبة جدا بدون يتناولها، هو كأنما يعتبرون هذا فشيء نوع من الفكاهة أو كذا والطرافة، لكن هي بالنتيجة تتغلغل وتدخل المجتمع. هذا الغزو نعم. نعم نعم هذا الغزو نعم. نعم. المؤسسات أو منظمات المجتمع المدني تحت هاي العناوين، يعني تحت هاي العناوين يحاولون يرسخون هذه المفاهيم. بالتالي إذا ادعاء الحريات، أنت تشوف الناس اللي يدعون الحريات الآن مثلا، بدأوا أكو ناس بشكل علني يتجاوزون على المقدسات، على الحرمات، على كل هذه الأشياء. اليوم إحنا لقاء السيد السيستاني يعني مع بلاسخارت، يعني هو تحدث بشكل يعني مباشر، يعني ضرورة معالجة خلفيات الظواهر المرفوضة هذه، لأن هذه الظواهر لها خلفيات. خلفيات شنو خلفيات؟ هاي الخلفيات السياسية، خلفيات هدم المجتمع. وتحدث يعني بالفقرة الثانية العمل الجاد الذي يسهم على إيجاد الـ يعني منع الانتشار الأفكار المتطرفة. هذا هم نوع من التطرف، التطرف مو فقط من القتل، لا، التطرف لما يجي يكون ضد الدين، ضد القيم، ضد الأخلاق، هذا التطرف. الحديث عن اضطهاد فكري، يعني هاي كل الفقرات يتحدث بها السيد السيستاني اليوم يعني مع البلاسخات، الاضطهاد الفكري. أنا اليوم لما تتدخل أفكار وتفرض أفكار دخيلة وممنوعة ومرفوضة قيميا وأخلاقيا ودينيا على مجتمع، هذا اضطهاد فكري. لأن أنت اليوم تجي باسم الحرية، باسم الديمقراطية، باسم حقوق الإنسان، الطالب بهذه الممارسات وتكون بشكل علني وبشكل محمي. هذه الولايات المتحدة قبل شوية تحدثتوا عن القانون، احنا يعني في حكومة بايدن يعني إجا أحد الوزراء زوج مالته قاعد، نعم، رجال، نعم، لابس رباط وهذا لابس، نعم، رباط. هسه ما نعرف من الزوج، هذا الزوج او هذا الزوج، ما هذه قضيه يروجون للمبدا. شوف، وهي مجموعه قضايا طبعا. هسه هاي مال تبادل الزوجات،
ما ادري ايش يعني. نعم وايد بالنتيجه الجمله ذاك اليوم انت شفت يعني. بكاس العالم المنتخب الالماني روج واجت وزيره الداخليه الالمانيه تروج للمثليين. هذه القضيه اصبحت خطره يعني خطيره جدا، كانما المجتمعات الان غزو سواء كان من الولايات المتحده من المجتمع الغربي بصوره عامه الان يعني حتى الشباب انت قبل شويه تحدثت عن اللجوء الجنسي يعني خيرون الشاب الان اللي لاجئ اما تغير دينك تصير مسيحي او مسيحي او يهودي او انت مثلي غير جنسك تغير جنسك. وانا يعني قبل فتره شاب عراقي زوج عائلته تاركه بالسويت وهو الشغل مالتنا، زوجته اتصلت بي تبكي تقول له انا رجعني العراق ليش؟ قالت لا انا اطفالي كبروا والقوانين هناك تحميهم. نعم. انا ايش اقول اذا باكر بنتي تحولت ولد او ابني تحول بنيه شو اسوي انا؟ ما اقدر ما اقدر احاسبه. الدوله تحميه والدوله تحميه. احنا هذه مساله التحول يعني والله انا انا شايف يعني يعني ايام التظاهرات شفت شباب تخجل اتباع بوكه يعني بنيه ما متمكيجه بهذا الشكل بهذا الانحلال. زين تشرين تشرين نعم. زين هذا شلون طلع من بيته؟ شلون طلع من عائله؟ شلون مر من شارع؟ والله اربع شباب انا شفتهم يوم ساحه الوثبه استحي اباه على وجهه. شباب ضارب مكياج، الشعر، اللبس، المشي، الحركات، مفاتن الجسم اللي يتحرك به، وهذه بالنتيجه اصبحوا يعني يحاولوا يقنعونا بانه باسم الحريه، باسم الديمقراطيه، انه لازم نمارس هاي الممارسات، لازم احنا فري، ما عندنا حدود، ما عندنا قيود، ما كذا، بالتالي هم اليوم عندهم قوانين تحمي هذه القضيه. وهذه طبعا احنا بالنسبه لنا كدين وكاخلاق وقيم ومبادئ حتى انسانيا يعني بغض النظر عن هذه استاذ واعتقد حتى الدستور بالمقدمه مالته يعني البنود مالته لا تتعارض، اي شيء ما يتعارض لازم مع الشريعه الاسلاميه. نعم يعني هذا في الشيء المفروض يتعارض مع بالتاكيد يعني. اذا الدوله المفروض تقوم بواجباتها جريمه اذا هي جريمه استاذ قاسم بدقيقة أو ربما أقل من دقيقة يعني نلاحظ أن هناك محتوى تقدمه بعض وسائل الإعلام كما هو الحال في WD أو الحرة تقدم محتوى داعم بل ومروج للمثلية الجنسية، حتى بتنا نسمع من عراقيين وعراقيات حياديتهم أزاء هذا الموضوع. تطلع أن ممثلة عراقية يسألها المقدم يقولها انت شنو رايك اذا يعني شنو رايك بالمثليه الجنسيه؟ تقول له هذه حريه شخصيه وهي ممثله ربما تمثل شخصيه عامه لها من يتابعها. هذا يعني هل يعني ان هناك اثرا لهذه المحتويات التي تقدم من قبل الغرب والدائرين في فلكه فعلا لها تاثير على الواقع الثقافي؟ نعم يعني الحقيقه احنا بالاعلام بدقيقه لو سمحت يعني. بالصحافه يعني عندنا الغرس نظريه الغرس الثقافي. نعم نظريه الغرس حضرتك انت نعم. تعرفها كل زين. نعم. غرس ثقافي هو يعني غرس مفاهيم ثقافيه قيميه اخلاقيه مهنيه في عقول الناس من خلال رساله توصل من الاعلام بواسطه وسيله الى المستقبل. طبعا هاي القناه او غيرها من القنوات او غيرها من المواقع الحقيقه هي اكيد تدز رسائل بهذا الاتجاه في محاوله تغيير المفاهيم باتجاه غرس هذه المفاهيم. نعم. السلبية بالنسبة لعقول البعض وبالتالي ممكن واحد يتبناها ويدافع عنها ويتخذها كسلوك يعني بنفس الوقت. إذن مفترض هناك من الحكومة أن تتابع هذه القنوات وأن تحجب مثل ما السيدة هيام الموسى وزيرة الاتصالات من وحجبت المواقع الإباحية. طبعا هاي هذه موقف جيد جدا طبعا قبل الوزيرة. أيضا بعض القنوات اللي تدعو لهذا الشيء أو تحاول تغرس هذه المفاهيم مفترض يكون هناك رقابة. كذلك بعض المواقع الموجودة في الفيسبوك ومواقع التواصل الأخرى هناك بعض المنشورات بعض التعليقات بعض المفاهيم اللي تاخذ عنوان حقوق الانسان اعتقد مفترض متابعتها او حجبها او محاسبه اللي ينشر هيك مفاهيم. اعتقد احنا مجتمع اسلامي مفترض ونتمتع يعني بقيم انسانيه واخلاقيه مفترض نحافظ عليه وكثيرا ما مستهدف هو الشباب في عمر معين. واعتقد يتاثر اذا ما نستوعب هاي الشباب ونزرع في عقولهم افكار ايجابيه وصحيحه وثقافيه، حب الوطن، حب الدين، حب المجتمع، وايضا المدرسه لابد ان تتابع خصوصا الطلاب الاعداديه والمتوسطه. هذا مهم جدا. الاسره عليها واجب
القوي الأب والأم يلاحظون. أنا أشكرك لتأكيدك على دور الأسرة لأنه دور حاسم في هذا الباب. طبعا الأسرة مهم جدا، الأب والأم قد يكون مشغول كذا، ولكن متابعتهم واستخدامتهم للجهاز. الأستاذ الغراوي، الأستاذ الجابري، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان لماذا يروج الغرب للمثلية الجنسية، كاتب الدكتور عبد القهار المجمعي. لماذا يروج الغرب للمثلية الجنسية للباحث الدكتور عبد القهار المجمعي؟ الماسونية وهي الحركة الشيطانية تقود العالم نحو تأسيس ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي سيقوم على عبادة كائن أسمى من وجهة نظرهم، وهو الشيطان الذي سيخدم مصالح اليهود ضد كل من عادهم. ولأجل تحقيق ذلك ينبغي إفساد هذه الشعوب باعتناق المثلية وتدمير مؤسسة الزواج الطبيعية التي خلقها الله على الأرض والتي تتألف من رجل وامرأة. ولهذا السبب يستخدم أعضاء الحركة الماسونية نفوذهم للترويج للمثلية وتطبيعها ونشر قيمها وتعاليمها في جميع أنحاء العالم. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ واثق، الدكتور المجمعي يربط بين الماسونية العالمية وبين موضوع الترويج للمثلية. طبعا يقول أنه في سعي للوصول إلى عالم خال من الرجولة، شلون تعلق يعني؟ نعم، يعني هي هذه المفاهيم كلها يعني تضرب أو تتعارض مع المفاهيم الدينية يعني بصورة عامة، يعني سواء من الإسلام أو بقية الأديان. بالتالي يعني هي الأديان السماوية عندما جاءت يعني مثل ما أشار أستاذ قاسم يعني مسألة التربية والعائلة، العائلة يعني ما اجت اعتباطا يعني عائلة وهيش قبل، لا، وإنما عائلة بها ترتيب والتسلسل وأدوار محددة، الأب والأم، شنو دور الأب وشنو دور الأم وشنو دور الأخ الأكبر والأصغر وهكذا، وأكو قيم، مجموعة من القيم اللي هي تماسك هذه العائلة، ثم تنطلق هذه العائلة باتجاه المجتمع. هم الآن يروجون باتجاه تفكيك العائلة، لأن يعني أولا في البداية روجوا لقوانين تمنع يعني القيود اللي توضع يعني من العائلة تجاه الأبناء. وإحنا شخصية الإنسان عادة ما نقول أنه ثلاثة عوامل رئيسية تبني شخصية الإنسان: البيئة والتربية والوراثة. البيئة اللي هي إذا هي بيئة تدعو لها الأفكار، التربية اللي تتعلق بالتربية البيتية والتربية المدرسية، التربية المدرسية تروج لهذا من خلال مناهجها، والتربية البيتية أيضا قسم منها يؤمن بهذه القضية. الوراثة طبعا هذا عادات وتقاليد شخصية وشكل الإنسان وصوته، ممكن هذه شيء آخر تأثر. لكن هم الآن بدأوا يروجون يعني هي مو فقط المثلية، جملة من القضايا اللي هي قاعد يهاجمون بها المجتمع. يعني أنت مثلا ترشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية يعني في الانتخابات السابقة امرأة عندها 4 أطفال غير شرعيين، واحنا يجون المجتمعنا شو يقولوا له؟ يقولوا له مو مهم هسه هي شنو تاريخها شنو كذا، اهم شيء يعني الناس تحصل على حقوقها كذا، مو اهم شيء هذا الوزير من المثليين، لا، اهم شيء يعني قادر على إدارة الوزارة وإدارة المؤسسة. بالتالي كأنما هم يعني هذا الفكر اللي دخل بي طبعا من جوانب متعددة، إذا دخل المجتمعات يهاجم مجتمعاتنا أكيد. هذه يعني ما تريد يعني هم شنو خوفهم مثلا من الإسلام؟ هو هذا الدين والنصوص السماوية الوحيد، الدين الوحيد اللي موجود على نصوص محفوظة. نعم. أما بقية الكتب السماوية ما موجودة، وحرفت ودخل بها اليهود والماسونية وحرفوا كل الأديان، يعني بباب فيها التوراة بما فيها الإنجيل، حرفوا كل الكتب إلا القرآن. هو كتاب محفوظ. هم الآن يدخلون على التفسير. يعني أنا قبل شوية من ذكرت موقع يدعي إسلامي من تونس ويدعي أنه لا، قوم لوط مو مثليين. نعم. وذول الناس عندهم حقوق. نعم. وذول يختلفون، وقوم لوط أنه كانوا يقطعون الطرق ويذون الناس، لا، مهم بهذه الطريقة. يقول هذه اجتهادات علماء مو نصوص قرآنية. إذن بالتالي هذه الأفكار يعني بدأوا حتى على القرآن يحاولون يدخلون ويحرفون التفسير، يحرفون المعنى. إذن هي هذه يعني هم ليش النص القراني واضح، اذا احنا الماسونيه واليهود تاتون نعم. اذا الماسونيه هو اليهوديه
دخلوا على يعني على الكتب اللي الكتب السماويه كلها حرفوها. الان يحاولون يتقربون من الدين الاسلام والقران، لان القران متماسك، ويعني نزلنا ذكره وانا له لحافظه، القران محفوظ بهذا بهذا الشكل. اذا لا نستطيع يعني القضاء عليه فدعنا أيه الان من هذه الافكار. بالتالي انت قبل شويه تحدثت عن مواقع وقنوات وافكار، ويعني هذه موجوده، ويمكن احنا حتى بالممارسات اليوميه قاعد نشوف يعني انه هذه الالفاظ اللي هي معيبه اصلا يعني بدات تمارس بشكل طبيعي، كانما هي طبيعيه، كانما هي يعني يعني احنا مثلا اكو فت قيم، اكو عادات، اكو تقاليد، اكو افكار محدده مثلا للانسان، لا بدات هاي الاشياء يعني مساله طبيعيه كانما، ويبدي المجتمع شيء فشيء انه يعني احنا اذا نريد نقارن العراق مثلا بالستينات او الخمسينات اليوم يعني من زي النساء اريد نقول نعم او زي الشباب يختلف تماما عن هذا اليوم، لكن هذا اللي موجود اصبح واقع. وبالتالي هم يريدون يخلون هذه الافكار والمثليه والحديث عن هذه الافكار تكون واقع، واحنا مثل ما سمينا مجتمع ميمي، ودول الناس لهم افكارهم ولهم معتقداتهم ومعتنقاتهم، واحنا باسم الحريه نترك، لكن الحريه هي مو فد شيء مطلق، الحريه لها حدود الشرعيه والاخلاقيه، لا لها حدود ولها قيود وقوانين وضوابط. هم اذا هم شرعوا مجتمعهم خلي يشرعوا مجتمعهم، لكن الدخول لمجتمعنا طبعا هو هذا خطير، واستهداف المسلمين طبعا هو الاخطر، لانه هم يعني ما بقى هو يعني فقط الاسلام، والله مجتمعاتهم ما بها قيود اللي تؤمن بالمثليه وتعدد تبادل الزوجات والزواج غير شرعي. هم الان يعترضون مثلا على المسلمين، يقول لك ليش تزوج الزواج المبكر، بينما هم يسمحون للفتاه انه يمارسها بعمر مبكر ودون حساب، ما حد يقدر يحاسبه. شوف التناقض يعني، لا يدينها وهناك مباحه. الاستاذ قاسم، احنا لاحظنا بالفتره الاخيره ان هناك حربا شنت من بعض الدول الاوروبيه، كما هو الحال في ما يتعلق بروسيا، والحرب التي شنها بوتين على مثلي الجنس الذين تجرؤوا وطالبوا بتشريع قوانين تسمح لهم بالزواج المثليين، ما قام به البرلمان الايطالي ايضا من تصفيق حار بعد تشريع قانون يمنع المثليه. هل ياتي هذا الرفض الروسي الايطالي الذي يمثل جزءا من الموقف الاوروبي، هل ياتي في سياق سياسي ام انه ياتي اتساقا مع النزعه الادميه يعني؟ نعم، هو الحقيقة السيد بوتين صدر قرار نبذ المثلية، نعم، وحظر الترويج لها في المجتمع الروسي باعتبار شيء خارج عن الفطرة الإنسانية، خارج عن القيم الإنسانية، عن الأفكار الإنسانية، عن الأديان، عن كذا، فمرتبطة أعتقد بمجتمع اللي عايش به هو الرئيس الروسي أيضا، ومرتبط بكافة مجتمعات في العالم. هذا فشيء يعني فشيء غريب يعني ما موجود أصلا، ولكن التوجه على هذا الأساس هو الفكرة تسويق المثلية للعالم حتى يتم من خلالها تفكيك المجتمعات وبالتالي السيطرة عليها، مثل ما تفضلت أنت قبل شوية والأستاذ واثق، الماسونية لعبت دور كبير الحقيقة في تمزيق المجتمعات من خلال زرع أفكار معينة، وبالتالي وصلت إلى مرحلة أن تصل إلى الشباب والشابات وتحت عنوان الحقوق المطلوبة في المجتمعات، وبالتالي رفدهم بما يحتاجونه حتى يغيرون من نظرتهم إلى واقع المجتمع. أن هذا الموقف الأوروبي هو يتسق مع الفطرة الآدمية، الفطرة الإنسانية. نعم نعم. طيب يعني ما أكو احتمال أن بوتين والبرلمان الأوروبي يعني أدركوا أن القضية تستهدف قيم رجولة حتى تخلو الساحة من جيوش الغزو التي تقودها هو؟ يعني 92 دولة من وقعت على منح المثليين حقوقهم، معناتها يعني مؤمنون بس 92 دولة ممن لا قرار له الذين يسيرون في الركاب يعني طبعا يعني هذا يقول أنت الدول العربية ايش راح تسوي؟ ماذا يمكن أن تقدمه مقابل هذا يعني الانتشار الواسع، طرح حقوق، دفاع عن حقوقهم، ربما
باكر بعد باكر يطرحون امور يمكن اذا تمسهم بحكايه يمكن يطبق عليه قانون معين وكذا. المفروض من الدول الاسلاميه والعربيه تصدر قرار واضح مثل ما السيد بوتين في روسيا صدر قرار انه ممنوع يعني الوقوف. يعني الوقت ازفه، اريد استثمر ما تبقى بسؤال صغير. يعني انت توقعاتك أو المعطيات التي يفرزها الحراك ضد ومع يعني الصراع الدائر بين الشرق ممثلا بروسيا إيطاليا روسيا آسيا والغرب أمريكا وأوروبا في صراعهم هذا، تعتقد أن النصر في النهاية لمن يعني؟ أعتقد النصر هو للقيم والإنسانية وللأخلاق وللدين وللفطرة الإنسانية وللمجتمع الإنساني اللي تحدد به مفاهيم لا يمكن أن تستمر بالطريقة. الغراوي الكاتب والمحلل السياسي، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري. أيها الأحبة، كتب معدي البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: البعض يريد أن يفسر أن المثليين ظاهرة علمية مرتبطة بجينات الإنسان التي تجعل ميوله يتغير من الطبيعة العادية، وهي حبه للمرأة إلا بحثه عن الرجل من نفس جنسه، لكن هذا خطأ كبير. سنة 2014 أجرى فريق من الباحثين بجامعة نورث ويسترن الأمريكية دراسة علمية شملت فحص الحمض النووي ل 400 ذكر من المثليين الجنسيين. لم يتمكن الباحثون من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي، وهذا دليل على أن الموضوع ليس له بعد علمي أكثر مما له بعد سياسي. لكن جميع التوقعات تؤكد أن العالم العربي المسلم ليس بعيد عن هذا المشروع الدخيل على الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العربية. شكرا، إلى لقاء قادم.